السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الأول للصف الثاني الإعدادي متوسطات المثلث. متوسطات المثلث، إيه هو المتوسط؟ هو القطعة المستقيمة المرسومة من أي رأس من رؤوس المثلث إلى منتصف الضلع المقابل لهذا الرأس. أنا عندي هنا في المثال في المثلث أ ب ج د المنتصف ب ج، أدام د المنتصف ب ج يبقى أ د ده اسمه إيه؟ متوسط. في عندي في النظرية الأولى، النظرية بتقول متوسطات المثلث تتقاطع جميعا في نقطة واحدة. أنا عندي في المثلث أ ب ج هنا د المنتصف مين؟ ب ج، وواو منتصف أ ج و منتصف أ ج. أنا عندي ثلاث متوسطات، أ د المتوسط وب واو متوسط و ج ه متوسط. كل المتوسطات دي تقاطعت في نقطة واحدة، فين؟ نقطة مين؟ نقطة إيه؟ مين؟ طبعا انا بقول نقطة ميم، الناس ممكن تقدر النقطة اسمها صاد او نقطة اسمها عين، لا، فاحنا بنقول ان متوسطات المثلث تتقاطع جميعا في نقطة واحدة ومش بنسمي النقطة. في بقى نظرية اتنين بتقول نقطة تقاطع متوسطات المثلث تقسم كل منها بنسبة 1 إلى 2 من جهة القاعدة و2 إلى 1 من جهة الرأس. لو احنا بصينا في الشكل المقابل دوت، أ د ده متوسط، يبقى من جهة القاعدة اللي هي ب ج 1 إلى 2 من جهة القاعدة، يعني لو قلنا ميم د إلى أ ميم 1 إلى 2، طب لو قلنا أ ميم إلى ميم د 2 إلى 1، طب لو قلنا ميم د إلى أ ميم دي 1 إلى 2، لو قلنا ميم د إلى أ د 1 إلى 3. ليه؟ عشان أ ميم زائد ميم د يساوي 2 و1 3. في عندي هنا مثال مكتوب فيه كده، ميم هي 3 سنتي، ميم هي كام يا ولاد؟ 3 سنتي، وميم جيم 8 سنتي، وميم جيم 8 سنتي. عايز بقى الأطوال، عايز ميم أ بيساوي قد إيه؟ وميم د بيساوي قد إيه؟ وميم هي بيساوي قد إيه؟ كل بقى نسبة بنسبتي، يعني ميم أ بتساوي إيه؟ 2 ميم هي، يبقى 2 في 3 ب6، ميم د نص ميم جيم يبقى نص في 8 4 4. طبعا ميم هي بالنسبة للألف ايه؟ 1 إلى 3. في التمرين بقى اللي قدامنا دوت، موجود لام عين بيساوي 15 سنتي، صاد ميم بيساوي 18 سنتي، وسين صاد بيساوي 20 سنتي. عايزين نكمل يا ولاد، نون لام ونون صاد، وعايز محيط المثلث نون لام صاد. لما نجيب محيط المثلث نون لام صاد، هنجيب النون لام ونجيب اللام صاد ونجيب النون صاد، يعني اول حرف وتاني حرف، وبعد كده تاني حرف وتالت حرف، وبعد كده الحرف الاول والاخير. هجيب بقى محيط المستطيل مجموعة، هجيب محيط المثلث دوت نون لام صاد مجموع اطوال اضلاعه، وهنجمع الاضلاع زي ما احنا كاتبين. ماشي يا ولاد، ننتقل لجزء تاني. في يا ولاد حاجة تذكر عندك في الترم الأولاني السنة اللي فاتت في الصف الأول الإعدادي، كان في الشعاع المرسوم من منتصف ضلع في مثلث موازيا أحد الضلعين الآخرين ينصف الضلع الثالث. كان قدامنا في الرسم، بص الرسمة اللي قدامك دي، في المثلث أ ب ج د المنتصف أ ب ود ه يوازي ب ج. هنستنتج إن إذا ه منتصف أ ج، تاني د المنتصف أ ب وده اللي هي يوازي ب ج، اذا هي منتصف ا ج. نمره 2 برضو كان عندك في الصف الاول الاعدادي، القطعه المستقيمه المرسومه بين منتصفي ضلعين في المثلث توازي الضلع الثالث وتساوي نصه. لو احنا عندنا في الشكل اللي قدامنا دوت، ده المنتصف ا ب وهي منتصف ا ج، هنستنتج ان ده اللي هي بتوازي ب ج وده اللي هي بتساوي نص ب ج. تاني د المنتصف ا ب وهي منتصف ا ج، يبقى د اللي هي بتوازي ب ج وده اللي هي بتساوي نص. في نظريه 3، طول متوسط المثلث القائم الزاويه الخارج من راس الزاويه القائمه يساوي نص طول الوتر. عندنا في المثلث ا ب ج القائم الزاويه ب، بما أن
ب د متوسط، إذن ب د نص أ ج. نقولها تاني، استخدام النظرية في حل التمارين في المثلث أ ب ج القائم الزاوية ب، بما أن ب د متوسط إذن ب د نص أ ج. عكس النظرية، إذا كان طول متوسط المثلث المرسوم من أحد رؤوسه يساوي نصف طول الضلع المقابل لهذا الرأس، فإن زاوية هذه الرأس تكون قائمة. إيه الكلام ده يا أولاد؟ في المثلث أ ب ج ب د ده نص أ ج، ب د نص أ ج، هنستنتج يا أولاد إن زاوية ب بتساوي، وطبعا ب د ده متوسط، هنستنتج إن زاوية ب بتساوي 90 درجة. 90 درجة. النتيجة بتاعتها بتقول طول الضلع المقابل للزاوية 30 في المثلث القائم الزاوية بيساوي نص طول الوتر عندك في المثلث أ ب ج القائم الزاوية ب، بما أن قياس زاوية ج يساوي 30 درجة، إذن أ ب نص أ ج. تاني، طول الضلع المقابل للزاوية 30 في المثلث القائم الزاوية يساوي نص الوتر. استخدام النتيجة في حل التمارين في المثلث أ ب ج القائم الزاوية ب، بما أن قياس زاوية ج يساوي 30 درجة، إذن أ ب يساوي نص أ ج. المثال اللي عندي يا ولاد، اوجد طول أ ب، اوجد طول أ ب. أنا عندي هنا يا ولاد المثلث قائم الزاوية ب وزاوية ج 30 درجة وأ ج 10 سنتي. الضلع المقابل لزاوية ج الحرفين التانيين أ ب، يبقى أ ب نص مين؟ أ ج، يعني أ ب بيساوي نص العشرة 5 سنتي. نص العشرة كام؟ 5 سنتي.